للتعليق على الموضوع ينضم إلينا داخل الاستوديو الكاتب والمتخصص في الشأن العراقي الأستاذ شاهو القرداغي. أهلا ومرحبا بك. تحياتي يا سلام. حياك الله. بداية، النائب هشير عبد الله يقول إن الأحزاب التي تمتلك المال والسلاح ستصنع قانون انتخابات جديد يفصل على مقاسها، ويعني والتزوير قادم. إلى أي مدى تعتقدون أن عملية تدوير شركاء العملية السياسية تسير في العراق اليوم؟ تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة منذ اليوم الأول لم يقتصر مطالب المتظاهرين على رحيل عبد المهدي فقط والإتيان بشخص جديد في ظل المنظومة التي تقوم بتدوير نفس الشخصيات الفاسدة وإعادة طرحهم للمواطنين دون أن يحصل تغيير جذري. إلى الآن العوامل التي أدت إلى بروز الفساد وإنشاء الفساد موجودة في الشارع ولم يتغير. صحيح أن عبد المهدي قدم الاستقالة، ولكن إلى الآن لو حصل أي انتخابات جديدة سوف يقوم الأحزاب التي تمتلك السلاح والميليشيات في الشارع أولا، وأيضا المال للسيطرة على الجماهير، سوف تقوم أيضا مرة أخرى بالنجاح وتقدم وجوه أخرى، وجوه جديدة، ولكنها هي التي تسيطر مرة أخرى وتنجح، لأنه في ظل هذه المنظومة من الصعب أن يأتي حزب جديد ويستطيع أن ينافس هؤلاء. في ظل هذه القوانين الموجودة الآن لا يمكن بروز شخصيات مستقلة جديدة، يعني هم يقومون باختيار الناشطين، فكيف ببروز شخصيات مستقلة تنافس هذا مشاريعهم وتقدم مشاريع وطنية؟ وبالتالي هذه الأحزاب لا تخشى أي تغيير شكلي، يعني من قبل تغيير رئيس الوزراء، حيث اتفق الفتح وسائرون على تقديم عبد المهدي بمباركة مرجعية، وبعدها تخلوا عنه وسيقومون بتقديم شخص آخر جديد، وهم يجهزون أنفسهم الآن إلى أي انتخابات حتى لو كانت مبكرة. ومن الممكن أيضا والمؤكد أنهم سينجحون مرة أخرى، وفي ظل عدم حدوث أي تغييرات جذرية لا يمكن التعويل على هذه التغييرات الشكلية والتي يتم إشغال المواطنين بها، مثل الآن قانون الانتخابات في البرلمان، والتي حتى التعديلات على القانون يصب في مصلحة الأحزاب السياسية ولا يحقق المطالب الجماهيرية التي خرجت مساحة التحرير. نعم. كانت البعثة الأممية في العراق دعت إلى اختيار رئيس وزراء جديد يلبي مطالب المتظاهرين، ما هي المواصفات التي يجب توفرها في رئيس الوزراء المقبل؟ أهم متطلبات رئيس الوزراء القادم والذي ألح عليه الكثيرون والمواطنون هو أن لا يكون متورطا في الفساد ومتورطا في العقود الفسادية أو العلاقة مع الأحزاب السياسية الموجودة. وإلى الآن المرشحون لمنصب رئاسة الوزراء والتي تخرج من رحم الأحزاب الفاسدة نرى أنهم هم أصلا كانوا مجربون سابقا، والمجرب لا يجرب. وبالتالي أهم شرط للمتظاهرين وأيضا للمواطنين العراقيين هو أن لا يكون متورطا في الفساد، أن يكون شخصية جديدة، وأن يكون وطنيا لا يخضع للإملاءات الخارجية. وخاصة أننا بعد التسريبات الأمريكية رأينا أن كل رئيس وزراء يأتي إلى العراق فورا يربط مع المخابرات الإيرانية ويقول كل العراق في خدمتكم، وبالتالي يجب أن يكون شخصية وطنية مستقلة. وهذه الشخصية الوطنية المستقلة حتى لو تم تقديمها الآن في الوقت الحالي لرئاسة الوزراء لا يمكنه أن يعمل في ظل العراقيل والعقبات التي أمامه وفي ظل هذه المنظومة الفاسدة الموجودة. يعني لا يمكن التعويل على تغيير رئاسة الوزراء، لا يمكن التعويل على رئاسة الوزراء فقط في ظل هذه المنظومة، وأيضا في ظل دولة عميقة تم تأسيسها منذ زمن نوري المالكي. يعني منذ ذاك الوقت هناك دولة عميقة، دولة مشكلة، منظومة فساد كاملة لا يمكن تدميرها أو الإنهاء التخلص منها بسهولة، بل يجب أن يحصل تغيير جذري الرئاسات الثلاث، وأيضا الإتيان بوجوه جديدة لم تشارك في الفساد سابقا وتكون قادرة على التغيير بمساندة شعبية وليس بمساندة خارجية. يعني الآن كل الرئاسات التي جاءت وكل المسؤولين الذين جاءوا لم يعولوا على دعم الشارع بل الدعم الإيراني، وهذا الدعم يبقيهم إلى الوقت الحالي. يجب أن يكون هناك شخصيات وطنية تستند إلى دعم الشارع، وحينها تستطيع أن تحدث التغيير المرجو والذي يطالب به الجماهير. طيب. في الساحات مطالب المتظاهرين في ثورة تشرين
بعيدة عن الرئاسات الثلاث، بل هي إيجاد حكومة انتقالية من شخصية وطنية لم تتسنى أي منصب منذ عام 2003 حتى يومنا هذا، مع التعهد من هذه الحكومة بالقيام بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة، تغيير الدستور، ذلك يعني تغيير النظام بشكله الكامل. هل تعتقد اليوم أن الكتل والأحزاب الفاسدة تقوم بمؤامرة لإنهاء هذا كله؟ منذ اليوم الأول هي تفكر وتقوم برسم المؤامرات والمخططات للقضاء على الاحتجاجات الموجودة ولحرف المظاهرات عن مسيرها، وأيضا إلى محاولة جعل يعني جعل مطالب المتظاهرين يقتصر في رئاسة الوزراء وتغيير عبد العبد المهدي. ولذلك الإعلام الحزبي للأحزاب الموجودة حولت استقالة عبد المهدي إلى إنجاز كبير، واعتبرته تحقيق كامل لمطالب المتظاهرين حتى يتخلصوا من باقي المطالب. الأحزاب الحالية لا يمكنها أن تتخلى عن المكاسب والإنجازات التي حصلت عليها بعد 2003، وبالتالي هي تحاول أن تحرف المظاهرات عن سياقها السلمي أيضا، وتحاول أن تبعد هذه المطالب بالتغيير الجذري والتغيير الكامل عن ساحات التغيير، وتجعل من مطالب شكلية مطالب رئيسية للمواطنين. ولكن إلى الآن هناك وعي وهناك إدراك، يعني حتى المرشحين الذين يتم تقديمهم من قبل الأحزاب يتم رفضهم في اليوم الثاني، يعني هناك وعي وإدراك لهذه المخططات، ولا يمكن أن تنطلي هذه المخططات الحزبية على المتظاهرين الذي انتشر فيهم الوعي بشكل كبير، ولا يمكن أن يخدعوا مرة أخرى. أستاذ شاهو، بالحديث عن الوعي في الشارع العراقي ولدى المتظاهرين، هل يمكن أن يحدد من يتواجد اليوم في ساحات الاعتصام أن يحددوا تشكيلة الحكومة الجديدة ويقترحوا أسماء منهم من المتظاهرين أنفسهم؟ بلا شك إلى الآن لم يخرج يعني أسماء معينة من ساحة التحرير، لأنه كما تعلمين هناك حملات قمعية إلى الآن، يعني المتظاهرون يتعرضون لحملات قمعية، الناشطون يتعرضون لحملات قمعية إلى الآن، الاختطافات مستمرة، وبالتالي هم يتجنبون طرح اسم لكي لا يشكل خطر على حياته. ولكن حتى الآن هم يرفضون بالكامل المرشحين الذين تم تقديمهم من قبل الأحزاب السياسية الموجودة. يعني الأحزاب السياسية الحالية تقدم شخصيات كانت مشتركة في الفساد ومتورطة، وأيضا كانت لديها مناصب يعني وزراء ونواب برلمان، وهؤلاء لا يمكنهم أن يحققوا مطالب المتظاهرين. وبالتالي المواصفات، يعني أحد القيادات الحزبية قال هذه المواصفات ليست موجودة في العراق، يعني المواصفات الموجودة، وبالتالي هذا اعتراف بأن أغلب السياسيين الموجودين متورطون في الفساد، وبالتالي لا يمكن التعويل عليهم، ويجب أن يأتي شخصيات جديدة وفي ظل تغيير المنظومة الكاملة، تغيير جذري حتى يتحقق كافة مطالب المتظاهرين. طيب، موقع ذا بايونير الأمريكي قال في تقرير له أن المتظاهرين في العراق غاضبون من الطبقة السياسية التي نهبت ثروات البلد. هل يعقل هنا أن المجتمع الدولي كله فهم ما يريده المتظاهرون والطبقة السياسية ما سالت تغض الطرف عن مطالبهم؟ بلا شك منذ اليوم الأول فهموا تماما أن الشعب يريد التخلص من هذه الطبقة السياسية، لأن الغضب الشعبي كان موجود أصلا ولكن كان مقموع، وكان دائما يغذون الطائفية حتى ينسى الشعب المطالب الخدمية وينشغل بالطائفية وهذه الأمور، ولكنهم يحاولون أن يقنعوا المجتمع الدولي بأنهم سوف يلبون مطالب المتظاهرين بهذه الاستجابات الشكلية، وأنهم أدركوا ما يريده المتظاهرون وسوف يحققون الوعود والتعهدات الذي لم يحققوها منذ 2003. يعني كل إذا تذكرنا كل انتخابات يكون هناك تعهدات بالتخلص من الفساد ومعاقبة الفاسدين، ولكن بعد الانتخابات لا يتم تحقيق أي من هذه الوعود، وبالتالي حتى المجتمع الدولي أدرك أن القيادة السياسية الموجودة في العراق لا يمكن التعويل عليه، وهذا ما تسبب في تدخل كبير وأيضا تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية لمعاقبة الفاسدين والمتورطين في الفساد، لأنهم يدركون أن لا يوجد جهة قضائية تستطيع معاقبة هؤلاء الفاسدين، وهذا يعزز التدخل الدولي، وهذا مفيد جدا للمتظاهرين والحراك الشعبي الموجود. شكرا جزيلا لكم أستاذ شهو القرداغي الكاتب والباحث في الشأن العراقي، كنت حاضرا معنا في استوديو الرافي دائما. شكرا لك.